اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف المحليه والعربيه والدوليه ونبدا باهم العناوين. الترا عراق، معدلات الانتحار الشهريه في العراق تزداد 40% مطلع العام 2022. المدى، هجره العقول والكفاءات تستمر بالقاء ظلالها الثقيله على مستقبل العراق. الزمان، بغداد تمنح سمات دخول لأوكرانيات وتوعز بتأمين مغادرة طلبة عراقيين. القدس العربي، مسؤول أوكراني، قتال يدور قرب خيرسون وميكولايف وأوديسا. العربي الجديد، محاولة اغتيال الكاظمي، التحقيق مع ثلاثة مشتبه بهم بتنفيذ هجمات بالمسيرات. فورين بوليسي، في أزمة أوكرانيا تكرر واشنطن أخطائها وتشدد الناتو أفشل محاولات نزع الفتيل. واشنطن بوست، الولايات المتحدة عرضت الإجلاء على زيلينسكي. نبدأ من مقال للكاتب حسين السبعاوي في موقع مركز رسام حول الفوضى السياسية، حيث يعتبر العراق هو البلد الوحيد الذي تجرى فيه انتخابات لا يستطيع الفائز فيها تشكيل حكومة، ولا يقبل الخاسر فيها أن يكون ضمن المعارضة السياسية. والعراق هو البلد الوحيد الذي تجرى فيه انتخابات تحت سطوة سلاح الميليشيات التي تهدد فيها المرشح قبل الناخب، وهو البلد الوحيد الذي يريد كل من اشترك في الانتخابات أن تكون له حصة في الحكومة. والعراق هو البلد الوحيد الذي تباع فيه المناصب. لم يشهد العراق عبر تاريخه فوضى عارمة وعامة في كل شيء كما يشهده اليوم من فوضى سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، حيث عمت الفوضى كافة مفاصل الدولة وأدخلت الشعب في دوامة لا تعرف نهايتها، دوامة تجعل الحليم فيها حيرانا. ويبدو أن هذه الفوضى ليست من فراغ، بل خطط لها من قبل الاحتلال الذي بالأصل يحمل مشروعا فوضويا للمنطقة، والذي أطلق عليه الفوضى الخلاقة التي جاءت به القيادة الأمريكية بعد الاحتلال عام 2003 على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية ومستشارة الأمن القومي في عهد الرئيس جورج بوش. وقد نتج عن هذا المشروع تشريد السكان وقتل مئات الآلاف من العراقيين في فوضى، بحيث لا يعرف القاتل لماذا يقتل ولا المقتول يعرف لماذا قتل. هذه الفوضى جعلت العراق بلدا من أخطر البلدان على المدنيين والناشطين والصحفيين وغيرهم، بعدما كان بلدا آمنا للجميع يستطيع الراكب فيه أن يسير من البصرة في أقصى الجنوب إلى زاخو في أقصى الشمال، لا يخشى على نفسه ولا على ماله من السطو والنهب. بينما اليوم لا يستطيع المواطن أن يأمن على نفسه في عمله ولا حتى في داره، ويعتبر الاحتلال الأمريكي والإيراني وأدواتهم مسؤولين عما يجري من هرج ومرج في العراق، وهم المسؤولون عن كل قطرة دم سفكت ظلما وعن كل مال نهب، سواء من الدولة أو من المواطن. وعن الفوضى الاجتماعية يقول الكاتب: يعاني العراق اليوم من فوضى عارمة وصلت إلى القبيلة والأسرة، فالأب لا يهتم بتربية أولاده ولا بتعليمهم، والولد لا يهمه إلا كيفية حصوله على المال لشراء المخدرات حتى لو كان بالسرقة. والطلاق بين الأزواج انتشر بطريقة مخيفة لينعكس ذلك سلبا على الأبناء وتتفكك الأسرة التي هي لبنة المجتمع. أما القبائل فأصبح همها الوحيد الحصول على المال والسلاح لمواجهة غزوات القبائل الأخرى، وكأننا في عصر الجاهلية الذي كانت فيه القبيلة تحل محل الدولة. وما نشاهده اليوم من امتلاك القبائل أسلحة خفيفة ومتوسطة، حتى بعضها تمتلك الصواريخ، ما هذا كله إلا انعكاس لحالة الفوضى في إدارة الدولة العراقية التي حولت جميع جغرافية العراق إلى فوضى ومناطق غير آمنة.
نبقى مع الكاتب حسين سبعاوي حيث يقول إن سلطة العشيرة في العراق اليوم أقوى من سلطة الدولة في كثير من المناطق في الوقت الذي يفترض أن تكون العشيرة هي الوحدة الاجتماعية التي ترفض الدولة بأبنائها لبناء مؤسسات الدولة. أما ما دخل إلى العراق من أفكار شاذة وغريبة مخالفة تماما لعادات وتقاليد الشعب العراقي فقال: منذ أن أصدر الحاكم المدني بول بريمر قراره السيء عام 2003 بحل الجيش العراقي وكافة المؤسسات الأمنية واستبدالها بالميليشيات، حلت الفوضى الأمنية في العراق وكثر القتل على الهوية وعلى أسس طائفية، وهجرت الناس من بيوتها وفتحت مخيمات النزوح، وكثرت الاعتقالات على الشبهة أو من خلال وشاية المخبر السري، ولم تبق حتى قرية واحدة آمنة في العراق بغض النظر عن المدن الكبرى التي أصبح العيش فيها تحت رحمة الميليشيات وسطوتها، والتي سامت الناس سوء العذاب ولم يجرؤ أحد على محاسبتها بما فيها الحكومة. الفوضى في المال والاقتصاد. العراق هو البلد الوحيد الذي يسيطر على حدوده والموانئ فيه ومطاراته مجاميع مسلحة تتقاسم وارداته المالية على حساب الدولة، والعراق هو البلد الوحيد الذي لم تستطع الدولة السيطرة على موارده الطبيعية وأهمها النفط الذي يهرب إلى الخارج من قبل الميليشيات. والعراق هو الوحيد الذي تقوم السلطات المالية بتخفيض سعر العملة الوطنية ليرتفع سعر العملة الأجنبية. والعراق هو البلد الذي انتشر فيه الفساد أفقيا وعموديا، بحيث وصل فيه الفساد من الوزير إلى بواب الوزارة، والكل يشتكي من الفساد والكل يكتفي بالتفرج بما فيهم الحكومة. والعراق هو بلد نفطي وفيه نهران وروافدهما، ولكن نسبة كبيرة من شعبه تعيش تحت خط الفقر والبطالة. هناك سمتان يمتاز بها النظام السياسي في العراق إضافة للفساد، هما الفوضوية والشعبوية في إدارة الدولة. معلوم أن الشعبوية والفوضوية لا تخضع لقانون يضبطها ولا لدولة مؤسسات، بل الغالب عليها الاجتهادات والانفعالات ويسودها الجهل والأمية السياسية. هاتان السمتان لم تكونا موجودتان في السياسة العراقية قبل عام 2003، والتي كانت تعتمد على النخبوية والكفاءة في العمل السياسي. أما الشعبوية فهي ممكن أن تكون داخل المجتمع محدودة وليست عامة، وهذا حال أغلب شعوب العالم، لكن أن تصل الشعبوية والفوضوية إلى رجال السلطة والسياسة فهذه حالة لم يألفها الشعب العراقي. تعتبر لعبة الملفات المضادة الملفقة أو الحقيقية واحدة من أدوات الضغط الفاعلة في أروقة السياسة الدولية والمحلية، وحتى في غالبية التعاملات غير الصحية في الشركات والمقاولات وعموم الحياة الإنسانية. تستخدم تلك الملفات أو تستخدم للضغط والابتزاز على الأطراف المتورطة في قضايا سياسية ومالية وأخلاقية غير سليمة. واستخدمت هذه الملفات بشكل واضح في العراق بعد تشكيل أول حكومة في انتخابات عام 2005 برئاسة نور المالكي، حيث سبق لحكومة المالكي أن أعلنت منتصف حزيران يونيو 2012 أنها تمتلك ملفات تدين بعض النواب بتعاونهم مع دول إقليمية وأجنبية وتمويلهم لمنظمات إرهابية. حول الموضوع كتب جاسم الشمري مقالا في موقع عربي 21. هل دور الحكومة يقتصر على تجميع الملفات على الخصوم لاستخدامها في المقايضات السياسية، أم أن واجبها باعتبارها أعلى سلطة تنفيذية تنفيذ البرامج الهادفة لبناء الدولة وخدمة الناس بما فيها كشف قضايا الفساد وفضح الفاسدين وتقديمهم للعدالة؟ وما هو المغزى من تصريحات رؤساء الحكومة والكتل السياسية بأنهم يمتلكون ملفات خطيرة ضد شخصيات غير محددة؟ وأخيراً، لماذا تجاوز الزاملي على صلاحيات رئيس البرلمان؟ وهل هي رسالة صدرية بأنهم يمكنهم التحكم بالبرلمان وملاحقة الجميع طالما هم الكتلة الأكبر؟
ثم هل قضية ربكة أسعار الدولار يتحملها شخص واحد أم منظومة كاملة؟ وبالذات ونحن نتحدث عن قوى سياسية تتحكم بكافة مقدرات العراق منذ عام 2004 وحتى اليوم. إن حرب الملفات الابتزازية لا يمكن أن تقود لبناء الدولة، ويفترض أن تنتهي هذه الدوامة القائمة على التهديدات القانونية والإعلامية، وتتوقف هذه المهازل السياسية المعروفة للقاصي والداني. وهذه القوى أفقرت العراق وجوعت شعبه وأنهكت المنهوكين وضيعت المساكين ودمرت الضعفاء. واليوم يأتي التركيز على قضية رفع سعر الدولار في خطاباتها الرسمية والشعبية، فهل هذه هي المشكلة الوحيدة في العراق؟ وأضاف الكاتب: فمتى يتعلم ساسة العراق أن السياسة فن استخدام القوة العادلة وعمارة البلاد ونشر الخير والسلام والمحبة في ربوعها؟ يقول الكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي في مقال كتبه بمجلة الجاردينيا أن العراق بلد الحضارات، وهو من علم العالم أهم شيء ينظم حياتهم وهو القانون، والعراقيون عرفوا التشريعات قبل حامورابي، لكنه اليوم محطم. يعتبر العراق بعد احتلاله من أكثر بلدان العالم التي لا تحترم دستورها وقوانينها، ولذلك نجد أن خرق وانتهاك الدستور والقوانين من قبل جميع السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أمراً بديهياً وسياقاً طالما تعود على ممارسته جميع المتنفذين في العملية السياسية التي فرخها الاحتلال. بل إن موضوع الخروقات والانتهاكات اليومية أصبح واقعاً عملياً متفقاً عليه من قبل الأحزاب والقوى التي كلفت بإدارة الدولة من قبل الاحتلال. وإن برز خلاف حاد للعلن بوجود خرق دستوري أو قانوني، فهذا يعني أنه خلاف مصالح سياسية أو شخصية. وسرعان ما تحاول القوى المنتفعة من السلطة حسم الخلاف وتناسي الخرق الدستوري وكأنه لم يكن. أما إذا استفحل الخلاف فإن القضاء المسيس والمغيب سيمسك العصا من الوسط، أو أن يحكم لمن هو أكثر قوة وسطوة وتأثيرا. القضاء في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم لم يتمكن من رسم صورة إيجابية أو مستقلة له داخل الشارع العراقي، فتهم التحيز لجهات سياسية دون غيرها ظلت مرافقة له على الدوام. كذلك ينسب له إدخال العراق في واحدة من أبرز المشاكل التي ما زالت تخيم عليه حتى الآن، وهي حكمه لصالح المطلوب للقضاء نور المالكي عام 2010 على حساب غريمه السياسي إياد علاوي، من خلال تفسير الفقرة الدستورية الخاصة بالانتخابات بأن الذي يحق له تشكيل الحكومة ليس الفائز في الانتخابات التشريعية، وإنما الذي ينجح في تشكيل ما بات يعرف بالكتلة الكبرى داخل البرلمان، وقد تكرر الموضوع في الانتخابات الأخيرة. مجلة التايم قالت إن الغزو الروسي لأوكرانيا هو اختبار رئيسي لرؤية بايدن في السياسة الخارجية. بايدن فشل تماما في ردع بوتين على الرغم من التهديد بالعقوبات، ولكنه نجح في تعزيز التصميم الأوروبي ضد التهديد الروسي. وبالنسبة للباحث برايم بانيت في مقال نشرته مجلة تايم، فإن الأيام والأسابيع المقبلة ستختبر تعهد بايدن باستعادة القيادة الأمريكية في العالم، مشيرا إلى أن بايدن دخل البيت الأبيض قبل أكثر من عام وهو يتعهد بعكس نهج الرئيس السابق دونالد ترامب أمريكا أولا، الذي ألغى تماما الدور المركزي للولايات المتحدة في تكوين التحالفات العالمية. وقد أدى غزو بوتين لأوكرانيا وقصف كييف إلى صدام بين روسيا والدول الأوروبية، حيث تلعب الولايات المتحدة دورا داعما حيويا لمنظمة حلف شمال الأطلسي الناتو، ولكن بوتين يريد أن يكون للصراع رهانات أكبر،
وبحسب ما ورد فإن بوتين يعمل على تصوير الصراع على أنه منافسة أوسع بين روسيا والنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة. وأشار الكاتب إلى أن هذا بالتحديد هو اختبار لبايدن، هل يمكنه إبقاء القوى الأوروبية ضد عدوان بوتين؟ هل يمكنه متابعة التعهد الذي قطعه قبل عام بأن أمريكا قد عادت؟ هل يستطيع أن يفعل كل هذا دون أن يغذي مساعي بوتين لإعادة روسيا إلى وضعها السابق كقوة عظمى؟ الأمر الواضح من الاستجابة الأمريكية للغزو الروسي هو أن بايدن فشل تماماً في ردع بوتين على الرغم من تهديداته بفرض عقوبات لمدة أسابيع ورفع السرية عن نوايا روسيا، لكن بايدن نجح في تعزيز التصميم الأوروبي ضد التهديد الروسي. وفي غضون ساعات من تساقط الصواريخ الروسية عبر أوكرانيا ودخول الدبابات إلى البلاد، قال بايدن إن العقوبات ستشكل تكلفة اقتصادية مدمرة على الاقتصاد الروسي، لكن بايدن لم يصل إلى حد عزل روسيا عن نظام سويفت المالي. أين سيتوقف التاريخ سيحكم على فلاديمير بوتين بقسوة؟ هذا هو جواب مجلة إيكونومست في تحليلها على الغزو الروسي في أوكرانيا، مضيفة أن الرئيس الروسي قام بعملية عسكرية غير مبررة على جارته، وقالت بحدود الوقت الذي بدأ فيه في صباح رمادي كئيب من 24 من شباط فبراير، اكتسب الهجوم الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتمية مثيرة للغثيان. الآن وقد بدأ بوتين غزو أوكرانيا، أين سيتوقف وكيف؟ وأظهرت التقارير الأولية غير المؤكدة عن مدى هذا الطموح، فهناك تكهنات أن الرئيس الروسي قد يرضى بالسيطرة على لوغانسك ودوينتسك في شرق أوكرانيا، وتداعى كل هذا عندما بدأ الهجوم على عدة جبهات، فقد اجتازت القوات الروسية البرية من الشرق متجهة نحو كاركيف ثاني مدن أوكرانيا، وانطلقت من القرم في الجنوب باتجاه خيرسون، ومن بيلاروسيا شمالا باتجاه العاصمة. مع أننا لا نعرف قوة التقدم، من الواضح أن بوتين قرر المضي نحو كل أوكرانيا، وهو أمر تتحدث عنه المخابرات البريطانية والأمريكية منذ عدة أشهر. وعندما قرر التحرك تجاهل بوتين حسابات المخاطر السياسية والمنافع اليومية، وقرر المضي بفكرة وهمية خطيرة بأن لديه موعدا مع التاريخ. لكن لو سيطر بوتين على مساحات واسعة من أوكرانيا، فالحصول على الأراضي لن يوقفه كي يتوصل للسلام. وتقول المجلة إنه ربما لم يقم بغزو أي من دول الناتو والتي كانت مرة جزءا من الإمبراطورية السوفيتية، لكنه قد يستخدم انتصاره بتوجيه هجمات سبرانية عليها وحرب معلومات التي لا تصل إلى حد الحرب الحقيقية. وسيهدد بوتين الناتو لاعتقاده أنه يهدد روسيا وشعبها. وقالت المجلة إن الغرب فرض قبل الحرب وعندما اعترف بوتين بالجمهوريتين الانفصاليتين عقوبات متواضعة، ويجب عليه ألا يتردد. ومع أن روسيا قررت بناء اقتصاد محصن، إلا أنها تظل جزءا من العالم وستعاني من العقوبات، كما كشف انهيار السوق المالي الروسي بنسبة 45% مع بداية الحرب. تظاهر نشطاء في الميادين العامة وخارج مقرات السفارات الروسية في عدة مدن حول العالم للتنديد بغزو أوكرانيا، بينما اعتقل أكثر من 1000 حاولوا الاحتجاج داخل روسيا. أما في نيويورك، تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بدور أكبر للمنظمة في التصدي للهجوم الروسي على أوكرانيا، كما رفع حشد من عدة مئات من المتظاهرين علما ضخما لأوكرانيا في التايم سكوير بمانهاتن في قلب نيويورك.
نتابع معا بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم من صحف اليوم. في ختام تقبلوا منا أطيب التحيات مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.